4 مليون. إذا أردت أن تزايد في على أي قطعة من دار مزادات كريستي اللي هي يعني تظهر خلفي هنا في قلب لندن، فالحقيقة أن البروسيس أو الإجراءات بسيطة جداً. أولاً عليك أن تقرر إيه القطعة اللي أنت عايز تشتريها، في مجوهرات، في لوحات، في فن، في قطع أثرية عديدة مثل الآثار المصرية. ثم عليك أن تسجل اسمك قبل 24 ساعة من المزايدة، وقد تضطر دار المزادات للبحث عن ملاءاتك المالية وأوراقك ومستنداتك للتأكد من قدرتك على المزايدة، بالذات في المزادات الضخمة. بعد ذلك يقع المزاد، وهو أمر طبيعي ومعتاد هنا في بريطانيا. الحقيقة أن احنا حاولنا عدة مرات أن نجري أي حوار مع مسؤولين هنا داخل كريستيز، لكن بقت كل محاولاتنا بالفشل، وأخيراً أرسلوا إلينا بياناً بيفسروا فيه مرة أخرى قضية بيع رأس توت عنخ آمون. البيان بيكرر مرة أخرى في جزء منه بيان كانوا أرسلوه بالفعل عند البيع السابق في يوليو الماضي، وبيقولوا فيه أن كريستيز قامت بكل الإجراءات، إجراءات فحص الملكية القانونية للتأكد من تسلسل ملكية القطع، وأنه لم يصلها قبل أو بعد عملية البيع أي معلومات تثبت أو تؤكد غير ذلك. كريستيز أيضا قالت أنها تدرك أن القطع التاريخية قد تثير الكثير من الجدل حول الماضي، لكنها لم ولن تبيع أي قطعة دون إثباتات للملكية واضحة. كريستيز أجابت لنا عن بعض الأسئلة التي قدمناها، فأكدت أنها كانت على اتصال مستمر بالسفارة المصرية في لندن وبوزارة الآثار في القاهرة، وأنها أطلعتهم على ما لديها من معلومات ووثائق. كريستيز قالت أيضاً أن القطعة كانت معروضة لمدة طويلة، وأنه لم يصلها أي اعتراض من قبل المسؤولين في مصر. وردا على اعتزام مصر الاستمرار في التقاضي أو في اتخاذ الطرق القانونية لمحاولة رد رأس توت عنخ آمون، قالت كريستي أنه لم يصلها أي معلومات حول هذا الأمر، وأنه لم تصلها أيضا أي وثائق تثبت غير ما لديها من معلومات. كريستيز إذن مصرة أن البيع كان قانونيا وأنه كان صحيحاً، أما الحكومة المصرية فتقول غير ذلك. السفير المصري في لندن طارق عادل خاض مع الحكومة المصرية حرباً شرسة لمنع بيع التمثال، ورغم إتمام عملية البيع إلا أن الحكومة المصرية تقول إنها لن تتراجع وستلجأ للقضاء. إلى أين وصلنا في أزمة رأس توت عنخ آمون اللي بيعت مؤخراً في يوليو الماضي في مزاد كريستي؟ أول ما علمنا ببيع رأس توت عنخ آمون وعدد من القطع الأخرى في دار مزاد كريستيز، وعلمنا بذلك من خلال وزارة الآثار بالقاهرة، قمنا مباشرة بالتواصل مع دار المزاد ومع السلطات البريطانية في محاولة لوقف هذا المزاد واسترداد هذه القطع، حيث أنها بالنسبة لنا خرجت بطريقة غير شرعية من مصر. هذا التواصل سواء كان التواصل بشكل مباشر باتصالات أو من خلال مذكرات رسمية لم نتوصل للأسف إلى نتيجة بشأن، خاصة مع دار المزاد، وكان آخرها حتى طلبنا منهم أن يتم تأجيل هذا المزاد لفترة إلى أن نوفد الخبراء من مصر للتفاوض مع دار المزاد، ولكنهم رفضوا حتى تأجيل المزاد. بناء على هذا الوضع ونظرا إلى أن حتى السلطات البريطانية لم تستطع طبقا لقوانينها أن تتدخل لمنع هذا المزاد،
قمنا بالتشاور مع السلطات المعنية في القاهرة وعلى رأسها وزارة الآثار، وتم الموافقة على التعاقد مع دار محاماة لرفع قضية مدنية ضد دار مزاد كريستيز في محاولة لاسترداد قطعة توت عنخ آمون والقطع الأخرى، وعلى أقل التقدير وقف أو منع إصدار ترخيص لإعادة تصدير هذه القطع إلى خارج بريطانيا. إيه المنطق اللي أنتوا بتستندوا إليه في طلبنا لرأس هذا التمثال؟ المنطق هو حجة واضحة تماما للعيان تتعلق بأن ليس هناك أوراق أو ما يثبت أن هذه القطع خرجت من مصر بطريقة شرعية. طيب هم طبعا في الستيتمنت بتاعتهم أو في البيان اللي هم أطلقوه بيقولوا أنه القطع دي خرجت في الستينات وكانت في ملكية الأمير هانز في الستينات، وبالتالي هم بيستندوا إلى اتفاقية اليونسكو اللي بتقول لك الحد الفاصل بيننا 1970، أي حاجة خرجت قبل 1970 يعني ما تقدروش تدوروا عليها. هل الجزء ده الحد الفاصل ده في اتفاقية اليونسكو يمثل عائق بالنسبة لنا؟ هل انتوا فعلا متأكدين انها خرجت قبل 1970 في الستينات زي ما بيقولوا؟ بالتأكيد هو ثغرة، يعني هذه النصوص في هذه الاتفاقيات الدولية هي ثغرة، وهي ثغرة نحاول معالجتها بشتى الطرق، ولكن للأسف لم ننجح حتى الآن في معالجتها، لأن هذه النصوص كما تفضلتي تشير إلى التداول في خلال 60-70 سنة اللي فاتوا، وهم قادرين على أن يعني يصدروا وثائق تتعلق من بيع فلان الفلاني لهذه القطعة لفلان الفلاني، ولكن لا تعالج المشكلة وهي تتعلق بخروج القطعة من مصر في الأساس. هل هناك ما يثبت أن للبارون هانز أن هذه القطع أو هذه القطعة تحديدا الخاصة برأس توت عنخ آمون خرجت من مصر بموافقة السلطات المصرية؟ لن يستطيع إصدار مثل هذه الوثيقة، وليس لديه مثل هذه الوثيقة. طيب ما هو نفس هذه الوثائق أو يعني الاتفاقات الدولية زي اليونسكو مثلا وحتى ما قبله من قوانين في مصر قد تكون عائق في التقاضي في مسيرة التقاضي اللي بتنتوي مصر يعني التقدم إليها. احنا سمعنا هنا من أحد المحامين إن الموضوع صعب جدا استعادته مرة أخرى لأنه قواعد اليونسكو بتقول كذا، كانت هناك تجارة مشروعة في مصر قبل 1983. هل ترون أن مسيرة التقاضي يمكن أن تؤدي إلى شيء؟ بالتأكيد النصوص القانونية في المعاهدات والاتفاقيات الدولية بالتأكيد هي ليست في صالح الدولة الأصل، ولكن في صالح من يتاجرون ومن يتداولون مثل هذه القطع. فحتى الآن هذه الاتفاقيات للأسف الشديد هي في صالح الطرف الآخر وليس في صالح الطرف اللي بيمثل الدولة الأصل. نحاول جدياً من خلال الوفد الدائم لمصر في اليونسكو مع دول أخرى لديها نفس المشكلة إجراء تعديلات على الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية التي تتعامل في الآثار التي خرجت من دولها بشكل غير شرعي. طريق صعب، طريق طويل، ولكننا مضيون فيه. في نفس الوقت كما ذكرت نحن نتعاقد مع مكتب محاماة محلي في محاولة لرفع قضية مدنية في المحاكم البريطانية بعرض الموضوع بشكل متكامل في محاولة لاستعادة هذه القطعة وقطع أخرى من خلال المحاكم البريطانية المحلية. فنحن نتعامل على مستويين أو على مسارين، مسار يتعلق بالقضاء المحلي وفي هذه الحالة هو القضاء البريطاني، ومسار يتعلق بتعديل أو محاولة تعديل
النصوص في المعاهدات الدولية حتى تتواءم مع مصالحنا ومع ما نطالب به.